إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت أو ما سكنت، كما في رواية أخرى. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تلك الحالة الله عز وجل وعده بالعودة، إن الذي فرض عليك القرآن. وتجد في يعني كثير من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يعني أخرجوا من ديارهم وفارقوا أوطانهم، وطبيعة أن هذا ابتلاء من الله عز وجل. لكن إبراهيم عليه السلام هنا يعني لماذا هاجر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، أما بعد، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، صباح الخير. أبدأ يعني بما كانت عليه القصة بالأمس، حيث ابتلاه الله عليه الصلاة والسلام بأن يلقى في النار بفعل قومه لما أرادوا إيذاءه وتحريقه والتخلص منه، وجعله عبرة للمعتبرين لأنه كسر الأصنام واعتدى عليهم وأراد أن يفرقهم شيعة. فالله سبحانه وتعالى قدر له أن يخرج من هذا المكان، ولذلك قال سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما هنا في الصافات، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وفي القراءة الأخرى سيهديني، وكذلك عند الوصل سيهديني. وهذا مثل قول الله تعالى أيضا في العنكبوت، وقال إني مهاجر إلى ربي، على قول أنه من قوله سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما سبق معنا. فالهجرة والذهاب إلى الله سبحانه وتعالى يريدها الله سبحانه وتعالى للأنبياء ولمن شاء من عباده أن يفارقوا الأوطان. ومفارقة الوطن نوع من الابتلاء، وقد قدر الله تعالى على كثير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذلك. فمثلا آدم عليه الصلاة والسلام أخرج من الجنة هو وزوجه، ونوح عليه الصلاة والسلام لما جاء الطوفان استقر في غير وطنه، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هنا، ولوط عليه الصلاة والسلام أيضا أخرج من أرضه مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم انتقل من الأرض التي بارك الله حولها إلى قرى سدوم، ومن قرى سدوم إلى أيضا الخروج من هذه الجزر أو هذه القرى. وأيضا موسى عليه الصلاة والسلام أخرج قبل البعثة وخرج بعد البعثة حتى مات وهو خارج الوطن عليهم الصلاة والسلام، ومن آخرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرج أيضا من مكة كما قدم الأستاذ محمد. فهو نوع من الابتلاء، وهذا يرجعنا لأوائل الحلقات حين ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى اتخذ الله إبراهيم خليلا، فأخرج الله من قلبه ومن قلوب بعض الأنبياء عليه الصلاة والسلام التعلق بالوطن، لأن كثيرا من الناس ربما يترك خيرا كثيرا بسبب تعلقه بالأرض والدار والأهل، وأن لا يغادر وطنه. صحيح ولا لا؟ صحيح. يقول لك لا، كل شيء يترك. أنا أعرف أحد زملائي رفض عدة وظائف وأعمال على أن يبقى في بلده، فبقي، وغيره تقدم عليه وهو باقي يقول أنا لا أخرج. فجعل هذه عائقا، وهي أنه لا يفارق وطنا أو بلدا أو مدينة. فهذا وإن كانت خيرية فيها أو، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج منها، وأخرج الأنبياء عليه الصلاة والسلام من بين أظهر أهليهم وأوطانهم لحكمة. وما يخرج الإنسان إلا وينفع الله به في أي مكان. ولذلك قال سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام هنا كما تقرؤون، إني ذاهب إلى ربي
وقال في الآية الأخرى إني مهاجر إلى ربي. لما تسمعها ذاهب إلى ربي كأنه يعني سيرتحل إلى الله، وهي نعم هي هجرة في الله، مهاجرة والذهاب إلى الله سبحانه وتعالى سيهدين. قوله هنا سيهدين قبل بس لو سمحت لي شيخ، كأن الله عز وجل عاتب بعض الصحابة برضو على عدم ترك الأوطان والهجرة. نعم، تأخر وعدم الخروج إلا المستضعفين، ما هو النساء والولدان، فهؤلاء عذرهم الله سبحانه وتعالى. قوله إني ذاهب إلى ربي سيهدين بالسين هنا، سيهدين سبحان يقين. ها؟ يقين يقين يقين، وهذه مبادرة منه عليه الصلاة والسلام، سيهدين لا يدري كيف يهدي الله. تعرفون أن الإنسان إذا أخرج قسرا وإكراها ليس كمن أخرج برغبته أو بموافقته، هو أخرج من هنا قسرا، قال له أبوه أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، وإن لم تنتهي إيش لا أرجو منك أن أطردك على القول الصحيح في الآية، واهجرني مليا، يعني اهجرني فترة طويلة من الزمن أو طول الزمن ولا أراك. الله تعالى يقول فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له. هنا نقف مع فائدة أخرى من فوائد الاعتزال والخروج في سبيل الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى ييسر للإنسان ما لم ييسره له في وطنه أو بين أهله. كثير من الناس ينظر أنه إذا خرج من داره أو بلده أو مدينته أنه سيفقد الكثير، بينما يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة كما في الآية، ويجد أشياء كثيرة. فالله تبارك وتعالى بناء على ذلك وهب له أبناءه وزوجه الأخرى وفتح الله عليه مع ما كان في يعني يواكب ذلك من الابتلاءات. فخروجه عليه الصلاة والسلام كان ابتلاء، لكن كان فيه تعويض، فيه تعويض من الله كبير. فليس كل ما قدر الله على عبد ظاهره الشر أنه شر محض، لا، لا تحسبه شرا لكم، بل هو خير لكم سبحان الله. يجعل الله سبحانه وتعالى فيه أحيانا الخير الذي لا يناله في تلك البلد. كم تأخر الولد عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بقي في هذه البلد فترة طويلة، بلدي، فلم يرزق، فلما خرج بعدها بفترة رزق سبحان الله، عوض الله، تعويض من الله. وهنا قال عليه الصلاة والسلام ربي هب لي من الصالحين، وهذا دعاء لكل والد ووالدة أن يدعو بمثل هذا الدعاء، ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين. والصالحين هنا يعم الذكر والأنثى، ولا نعلم أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام رزق بأنثى، إنما رزق بابنين، كان الأول إسماعيل عليه الصلاة والسلام والآخر إسحاق عليه الصلاة والسلام. وسبق أن ذكرنا هذا في المقدمة، أن بينهما سن كبيرة، يمكن بينهما سن البلوغ وزيادة، يعني ما جاء متتاليين من أم واحدة، لا صحيح. طيب كلاهما ولد في الأرض التي باركنا فيها التي هي الشام، لكن ذهب بإسماعيل عليه الصلاة والسلام كما سيأتي، وإسحاق ولد في الشام وتربى فيها. نعم، بس عليه الصلاة والسلام التنبيه اللي ذكرته أنك يمكن بعض الآباء الآن بدل يدعو إذا غضب أو الأم إذا غضبت هي تدعو على الابن، يعني وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يمكن حذر من هذا الدعاء على الأبناء والأولاد. ما في أعظم من الدعاء بالصلاحي للذرية، حتى لمن لم يتزوج أن يدعو بدعاء عباد الرحمن، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، هذا في آخر سورة الفرقان، أن تجعل هذا الدعاء سواء تزوجت أو في أول الزواج أو رزقت أو
رزقت بعيال كثير ربنا هب لنا أو أنك تنتظر وذرياتنا قرة عين. في ناس ينتظروا يا شيخ ومنهم من ينتظر أيضا. الجميع أن يدعو الله سبحانه وتعالى بصلاحي ذرية ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، هذه البشرة الأولى له عليه الصلاة والسلام بالابن الأول، وسيأتي معنا الحديث عنه في حلقة مستقلة إن شاء الله، وهو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. أن الله سماه غلام، سماه الله تعالى غلاما حليما، وسمى الله تعالى في البشرة الأخرى بعدها بسنوات إسحاق عليه الصلاة والسلام بغلام عليم، حتى نفرق بينهما في لفظ القرآن وطريقة القرآن. الغلام الحليم هو إسماعيل بالحاء والحاء قبل العين، والغلام العليم هو إسحاق. إسماعيل غلام حليم وإسحاق أيوة على العكس، إسماعيل فيه العين مع الحاء، وإسحاق فيه الحاء مع العليم. فينك يا محمد عمر؟ ها؟ عبد الله عمر. طيب حتى لا تنسوا هذا. فقول الله تعالى فبشرناه بغلام حليم على الصحيح، والله أعلم، أنه إسماعيل عليه الصلاة والتسليم، وهو قول جماهير المفسرين إلا من خالفهم من الأئمة. إيش شيخ؟ يعني كنت أقرأ كذا يبدو أن الموضوع شائك. هو سبب الخلاف ما جاء في بعض الإسرائيليات. فين صاحب الإسرائيليات؟ يعني جاء في بعض الإسرائيليات أنه إسحاق عليه الصلاة والسلام، أنه هو الذبيح، وعلى هذا مشى ودرج إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري رحمه الله عمدة المفسرين في هذا، ورجحه، ولكن خالفه ابن كثير أظن كمان برضه، يعني ابن كثير طرب كلامه في موضعين، لكن أغلب أهل التفسير ولله الحمد على أنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام أي الذبيح، وعلى هذا أكثر الأدلة في هذا. وحاول بعض المعاصرين هداهم الله أن يسوق نصوصا يعني تثبت العكس. دحين الذبيح قلنا أنه إسماعيل، لكن البشرة جات لمن؟ البشرة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. بمن من الأبناء؟ بالبشرة الأولى بإسماعيل. مو هي طيب فصكت وجهها وقالت لا، هذه البشرة الثانية. أها بشرتين. هذه البشرة الأولى أول ما خرج، لاحظ هذه البشرة. ربي هب لي من الصالحين فبشرناه إسماعيل. هذه البشرة الأولى، هذه قبل أن تأتي الملائكة. أيوة. الملائكة جاءت في آخر القصة بعدما أرسل الله لوطا عليه السلام. أيوة. وفي آخر الأمر يعني بعد قرابة 100 سنة لسيدنا إبراهيم عليه السلام من عمره، جاءت الملائكة له. أيوة. عليه الصلاة والسلام بغلام إيش عليم. واضح؟ طيب، ونحن لا نفرق بينهم كما قال الله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، نحن جميعا نؤمن بالأنبياء خصوصا بإبراهيم وإسماعيل وإسحاق، كلهم من نسل واحدة، أنبياء الله مكرمون، لكن نفرق في التفسير. هنا في الصفات هو من؟ إسماعيل عليه الصلاة والسلام الذي هو غلام حليم، وفي الذاريات وفي غيرها أنه من؟ إسحاق البشرة الأخيرة. إذن البشرة الأولى بعد المهاجر أو بعد الخروج أو بعد الذهاب إلى الله هي البشرة بإسماعيل عليه الصلاة والسلام، والبشرة ما قبل الأخيرة عند نزول عند وصول الملائكة إليه لتعذيب قوم لوط عليه الصلاة والسلام كانت البشرة بمن؟ بإسحاق. وعلى هذا ينتفي الخلاف باختصار والله أعلم. والتبشير سبحان الله هنا بالفاء، لاحظ قال رب هب لي من الصالحين، فالله قال إيش؟ فبشرنا. فأثر الدعاء مفيد
في كثير من أنه يأتي